possessive pronouns هي ضمائر الملكية، ضمائر التملك. هذان أريدكم تحفظوهن بمصطلحاتهن الإنجليزية، لأن بعدين ما راح أكرر، ما راح أحكي بالعربي أقول شنو subject pronouns. أنا هسه دا أحكيكم إياها بالعربي، لازم تعرفوهن subject pronouns and possessive pronouns. لاحظ هسه هنا subject pronouns I هو ضمير المتكلم. البوسيسيف يقابله الاي يقابله ماين. لاحظ راح انطي انا مثال I have a book I، لذلك بديت بالجملة I have a book، امتلك كتاب. This book is mine، هذا الكتاب لي او كتابي، يعني هذا الكتاب يعود لي. اذن عرفنا انه I have a book I as a subject pronoun and the sentence starts with the subject pronoun، يعني والجملة قد بدأت بضمير الفاعل. راح أعيدها I have a book، لاحظ I جت بالبداية، يعني بديت الجملة بI، إذن هذا ضمير فاعل، ضمير فاعل. شكله طلاب، شكله هذا I، هس إيه هذا I. أينما وجد بالجملة، في بداية الجملة، في وسط الجملة، في نهاية الجملة، وين ما تلقاه تسميه ضمير فاعل، ضمير فاعل. عادة الجمل المثبتة باللغة الإنجليزية تبدأ بفاعل، لذلك if I say I have a book I have a book، هنا نجي بالبداية فهو ضمير فاعل. الجمل المثبتة باللغة الإنجليزية تبدأ بفاعل، إذن هذا سمينا ضمير فاعل. لاحظوا الماين هنا أنا. This book is mine، هذا الكتاب لي. لاحظ ماين وين جتي؟ At the end of the sentence، في نهاية الجملة، في نهاية الجملة. لذلك ممكن أنه تستخدمها كقاعدة أنه possessive pronouns it always comes at the end of the sentence. راح ناخذ الثاني اللي هو they، يصير theirs. There is a spelling mistake. Just a minute. Okay. Theirs, we, ours. We, ours. You, yours. You, your. You have a car. You have a car. عندك سيارة. You have a bike. عندك bicycle. This bike or this car is yours. هذه سيارتك أو هذه ملكك. He, his. She, hers. It, its. إذن the first column here، العمود الأول for subject pronouns، هذول السبعة المهمين. And the second column is for possessive pronouns. هذول سووا ليهم جدول نفس هذا أنا ما مسوي، وتحفظوهم. قلنا subject يأتي في بداية الجملة في الأفيرماتيف، في الأفيرماتيف، لكن في بعض الأحيان بالكويشن فور إكزامبل ممكن أنه يجي في وسط الجملة، واضح يعني يتغير مكانه، لكن أينما وجدت شكل هذا تقول هذا subject pronoun. أما possessive pronouns it comes at the end of the sentence، يأتي في نهاية الجملة. نروح ناخذ فد موضوع. إذا تروحوا لي على الكتاب قبل أن أخذ، خلنا نطلع أشوفكم الكتاب والتمرين اللي يريد نحله.
هذا للثالث. لاحظوا لي هاي صفحة 9 بالكتاب عندكم هذا التمرين. ريتشارد سكراب بوك، هذا طبعا دفتر أو كتاب تضع به ملصقات، تضع به ملصقات. هاي الملصقات ممكن أن تكون صور تذكارية لمكانات أنت قد زرتها، راح تلزقها وتكتب عليها المواقع. يعني هذا هاي صورة، عفوا هاي الصورة على شنو الدل أو مكان المكان اللي زرته أنت. فهاي طلاب، هاي سؤال وجواب. It is a conversation between the two boys. لاحظ هنا أنا. واحد عادل and Richard. عادل أعتقد راشد عادل وراشد. سؤال وجواب. هسه راح نشوف الأسئلة والأجوبة. لذلك هسه ماذا نحن بدفتر؟ ابني خليني أكمل. هي من ما من أكمل؟ وديك الساعة إذا عندك سؤال أنا قايل لكم ومنبهكم يا ابني خلي ورقة وقلم يمك. أنا من ديك المحاضرة قايل لكم خلوا ورقة وقلم يمك ودون إذا عندك سؤال. أي شيء سؤال ما فاهمه تيد فقرة تيد لها إيضاح دونها يمك، وبنهاية المحاضرة أنا راح أسأل أقول لكم عندكم سؤال ديك الساعة بإمكانك أن تسأل. لاحظ هسه طلاب لو نجي على الconversation على المحاضرة between راشد and عادل، دول محاورة بيناتهم. شوفوا هي يومكم اللي ناقص بالكتاب هو كلام عادل. كلام عادل، فانتوا ايش راح تسوون؟ راح تسووا لي المحاورة هي سؤال وجواب، سؤال وجواب. لاحظ هنا أنا عادل شنو قال؟ هلو راشد. يمكم موجودة أو هاي عادل. فلاحظ مكاناتها تختلف، يعني الإجابات مالت يعني الأسئلة مالت عادل باللون الأصفر، بينما راشد متسلسلة على اليسار، وتلقى أكو فراغات موجودة لكلام عادل المفروض أنتوا تضيفوها. هاش راح تسوون؟ راح تجيب الدفتر، تجيب الدفتر وتسوي مثل هذا الجدول. عندك عادل وراشد، عادل راح يسأل، راشد راح يجاوب. فكل وحدة تخلون مقابلها أو جوها تيد، يعني إذا تيد تمسون هذا الجدول هيجي تسوي سؤال وجواب جوا، أنت شون تحب تخلي. أنا مسوي جدول بين اثنين، بين راشد وعادل، واحد يسأل واحد يجاوب. انت دي تخلي نفس ما مسوي لك اياه بالكتاب، that's okay، ماكو بيه مشكلة، انه تعرف شنو السؤال وكيف كانت الاجابة عليه. لاحظ هسه هنا هلو راشد او هاي عادل. Do you want to come to the mall؟ هل تود المجيء الى مركز التسوق؟ No thanks. إذا قاعد تلاحظون راشد الأجوبة مالته وحدة جوا اللخ، لكن هنا هاي أكو بهن مسافات. إذا ترتيب الأجوبة يعني الأسئلة مالت عادل راح تشوفوها يومكم بالكتاب نفس هذا الترتيب. What are you doing؟ إيش قاعد تسوي؟ I'm putting some photographs in my scrapbook. أضع بعض الصور الفوتوغرافية في كتابي الخاص بالملصقات. photographs of what؟ تخصص أي شيء هذا الصور الفوتوغرافية. historical sites in Iraq.
المواقع التاريخية في العراق. Where do you get the photographs؟ المكان اللي انت حصلت عليه هاي الصور. I visit different sites. يقول انا ازور بعض المناطق المختلفة. And take pictures of ruins. واخذ صور لبقايا الآثار. But why ruins؟ ليش عود هاي يعني هاي الآثار؟ I like them. أنا أحب. شخص مولع أنه يصور الأماكن القديمة، الآثار، يعني بقايا، يعني نصب تذكارية، بقايا معالم تاريخية يحب يصورها. Do you have many؟ بعد عندك هواية من عندهم؟ أو هل لديك العديد؟ I have lots of them. I have lots of them. فهذا اني الأسئلة، لاحظوا انتو تسلسلها. أسئلة تباعون بالنهاية. اكو طالب يجوز يقول لك هاي السؤال مالت عادل يخص الجواب هنا. لا، لاحظتوا ترتيبها شلون جتي؟ جتي هنا في هالو، وبعدين انتقلت الى أتاري. احنا يعني شو نسوي؟ اعتقد توني حكيت ابني بالعربي بعد ما نهيت المحاضرة. استاذ يعني ليش ما نقدر نخلي السؤال هنا والجواب مالته هنا؟ حكيت لكم بالعربي لو بالانجليزي، قلت لكم نهاية المحاضرة اللي عنده سؤال ما يخصص اي المحاضرة يسولف يحكي. من ما اخليكم عود يعني اعوفكم واطلع ديش الساعة بامكانك، او ذاك الوقت بامكانك انه تسأل سؤال تقول يعني ما وضحت لنا استاذ انت. أنا هسا قبل شوية قلت لك ابني خلي الأسئلة مالتك هاي يمك بقلم ودفتر دونها من ننتهي، حتى لا تشوش عليه ولا تشوش على باقي الطلاب، وبعدين أنت سؤالك حتى الكل تفتهم مرة واحدة. أنت من يصير سؤال تسأله لربما أكو 3-4-5 طلاب يمتلكون نفس السؤال، حتى يصير الجواب وافي وشافي لكل باقي الطلب حتى كلكم تستفادون. إحنا ما نريد نسويها مهرجان. أنا دا أشرح وكل سا سالين. قلت لك دون الأسئلة ملاحظاتك يمك بالدفتر، وذيك الساعة راح أقول لكم يا طلاب اللي عنده سؤال يسأل حتى الطلاب الباقين كلهم يستفادون. تعلموا الطلاب، تعلموا أنتم مو بالابتدائي، هاي المرحلة أنتم تعديتوها، حاولوا تعودون نفسكم على هاي المسألة. أنا يعني بما يخص درسي، إذا غير محاضرات أنتم صار عندكم مهرجان هاي المسألة يمكم، فما أسمح بأحد بعد يسأل إلا بعد ما أنهي المحاضرة وأنت عندك مدون أسئلتك واسأل وأنا راح أجاوبك. ما أخلي عندك سؤال ما أرد لك عليه أو ما أجاوبك عليه. إذا تلاحظون هاي العمودين اللي ما يعني اللي ما شاف ترتيبهم كيف السؤال أي إمتى بدأ وإمتى صارت الإجابة عليه، راح يعتبر أنه هذا ما يخص كلام عادل مقابل جواب. لا، هذا ترتيب عندك بالدفتر، هي بالكتاب موجود هيج، وهذا بالكتاب موجود هيج. لكن أنا هسه من راح أرفع لكم الفيديو راح تشوفون ياهو الجواب ياهو السؤال، تخلوه فوق الجواب هذا. هسه عندكم بالكتاب أكو فراغ فوقه، فش تسوون بالدفتر؟ طلع الدفتر تكتب سؤال عادل يمك بالبداية، ومن ثم جواب راشد. تروح على السؤال الثاني اللي خاص What are you doing for example عادل، وتكتب جوابه المن، أو قصدي السؤال الثاني Do you want to come to the mall، راح يكون جوابه No thanks يخص عادل، وهكذا. أنت تشوف الفيديو وعلى ضوء تكتب السؤال والجواب بالدفتر يمك. اعتقد هسه هذا صار واضح. هذا موضوعين، الموضوع الاول تكتبوا لي بالدفتر هذا العمود subject pronouns، والعمود الثاني سووا بجدول possessive pronouns. هذا الكل المحاضرة. هسه اللي عنده سؤال يقدر يسأل حتى نجاوب عليه. استاذ تسمح لي اسألك سؤال؟ اي
أستاذ يعني هذاك الجدول مع العادل وراشد أستاذ يعني عيد سؤالك صوتك راح إبراهيم أستاذ يقول لك الجدول هسه مع العادل وراشد الأسئلة والأجوبة نكتبه نفس الجدول اللي أنت بالضبط اللي أنت كنت كاتبه يعني نفس ترتيب الأسئلة اللي أنت كاتبها لو نرتبها ترتيب صحيح هو ترتيب صحيح أنا ليش هسه طلعت لك الأسئلة سؤال عادل بالبداية وجواب راشد قدامه شفتها أنت نعم ساشفت أها إذا تيجي تسوي مثل العمود اللي أنا الجدول اللي أنا مسوي المفروض تخلي هسه أنا طلع السؤال الأول في تقريبا اللي يخص عادل في وسط العمود اللي جوا عادل مو صحيح؟ نعم أستاذ أي فأنت من تيجي تكتبه بالدفتر وتسوي بنفس العمود أو الجدول اللي أنا مسوي لك إياه خليل السؤال الأول مال عادل اللي فوق قبال يصير الجواب مال راشد واضح؟ إيه أستاذ يعني هو هذا كان قصدي يعني شين دا أقول لك ترتيبها ترتيبها صحيح يصير إذا تيجي تسوي عبد الرحمن عبودي هذا تقريبا أساني دا أشر علي نعم أستاذ إيه عندك سؤال لا أستاذ شكرا إيه مصطفى محمد نعم أستاذ شنو سؤال أستاذ هاي البوسيسيف والبرونوس السبجكت إيه استاذ يعني هذن البوسيسيف برونوس هذن استاذ شلون نعرف ان هذن يعني بوسيسيف برونوس ضمائر تملك عشلون نعرف ان مكان بهالجملة يعني انا شرحتها من خلال الشرح المفروض انت لو منتبه عليه كان عرفت مكانها مكانها يكون at the end of the sentence في نهاية الجملة هاي البوسيسيف راح ناخذ مثال مثلا أنا عندي I بالسبجكت تبدي في بداية الجملة وين ما تلقاها شون شكلها أقصد لك السبجكت تقول هذا سبجكت pronoun وفي الجمل المثبتة يجي في بداية الجملة لكن في ما يخص الـ possessive pronoun الـ mine this book is mine اجت وين في نهاية الجملة إذا يكون موقعها في نهاية الجملة لربما هذا إذا ردنا نخليها في جمل في بعض الأحيان أجيب لك I تتحول إلى mine أنا أعطيك مثال أقول لك I هسه راح أكتب لك باو علي هسه شو راح أحلها I لاحظ I تتحول إلى mine وجبت لك your شو يصير وخلي لك فراغ يصير جواب المفروض تجاوبه yours هاي واحدة من الأسئلة اللي أجيب لك إياها أو إذا أريدك تخليها بجملة إذا جمل لا مثلا فراغ have a book نقطة sorry this book is فراغ لاحظ إذا حليت لك أول وحدة هاي يعني إذا أنا انطيتك إياها محلولة المفروض تعرف الآي لاحظ الآي إيش تتحول إلى ماين لذلك هنا لازم تخلي ماين إذا حليت لك هاي بالعكس يعني انطيتك هاي أريدك تخلي لي ضمير الفاعل فالماين يرجع إلى آي إذن لازم تعرف كل وحدة والتحويل مالتها إذا خليت هنا they بالفراغ هنا المفروض شو يصير theirs إذا خليت لك هنا we have books ماكو هاي we have books يصير هنا they are لأن جمع
hours. واضح؟ نعم استاذ. تمام استاذ، بس اللي استبقى لو صير ار حولتها ار، حولتها لو ما حولتها هاي 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 صحيح استاذ فوقها. تمام صارت هاي فوقها ار. زين عثمان عندك سؤال؟ لا استاذ. يوسف؟ لا استاذ. سيف؟ استاذ بس الواجب ما قليل، بس اذا اكو واجب اقول لك اكو واجب، اذا ماكو يعني اذا ما اقول لك ماكو واجب لا تسألني اكو واجب شنو واجبنا. من اخلص الطلاب من اخلص المحاضره وما منطيك واجب يعني ماكو واجب، ما اجيب طار الواجب لا تسألني تقول لي شنو واجب. يعني استاذ هسه ما عندنا واجب. انا خلصت المحاضره يعني قلت لكم يلا ها هي انتهى المحاضره، ما قلت لكم انتهى. اوس؟ نعم استاذ. عندك سؤال؟ لا استاذ ما عندي. ابراهيم محمد؟ استاذ انا سالتك. احمد محمد؟ نعم استاذ. عندك سؤال؟ لا استاذ. احمد وسام؟ نعم استاذ. عندك سؤال؟ لا استاذ شكرا لانك فهمتني. اواب عبد الفتاح؟ نعم استاذ. سؤال عندك؟ لا استاذ ما عندي. ايوب مجاهد؟ لا استاذ ما عندي. براء بسام؟ لا استاذ. حارث وسيم؟ لا صار ما عندي. ربيع يوسف؟ ما عندي. لا استاذ ما عندي. عبد الغني؟ لا استاذ ما عندي. عبد الكريم؟ لا استاذ ما عندي. عبد الله عبد الرحمن؟ نعم استاذ. عندك سؤال؟ استاذ هذا المحاضرة راح تنزلها على اليوتيوب؟ اي انا سابقا قايل لكم المحاضرات قاعد تسجل، هسه هذا كل الكلام اللي انتم حكيتوه واللي انا حكيته كله مسجل وراح ارفعه على القناه. تمام استاذ. مصطفى خالد؟ نعم استاذ. عندك سؤال؟ نعم استاذ. يس. عيد لي سؤالك لان صوتك راح بعيد ما سمعتك زين. I have a convent. I have a sister. I have a sister. Yes. How hey? I will convert. Hey? وين صوتك راح؟ بس شلون حصل قرب قرب صوتك من المايك. انا صوتك ما سمعته بس راح اشرح لك هنا. انت تابع وياي تابع وياي تابع. نعم استاذ. سؤالك يقول I have a sister مو هيج؟ نعم استاذ. اوكي شلون احولها من السبجكت pronouns للpossessive pronouns؟ yes good good question. May say this sister or the sister. مدام انت استخدمت a the sister لأن راح تكرر هنا فتتحول إلى definite. The sister is mine. السبب ليش أخذت mine لأن عندي منه عندي the sister is mine يعني هذه الأخت تعود لي.
واضح؟ نعم استاذ. اي رغم انه هو يعني هو التعبير هو نحويا صحيح، لكن كمعنى شويه بيضعف، لان قله يستخدمون يستخدمون هذا التعبير. جيد، يعني وصلت الفكره. هاو تو كونفرت، هاو تو ميك possessive pronouns. نعم تمام. مصطفى ذاكر. نعم سر. عندك سؤال؟ نعم سر. ما عندكم. طلاب لاحظوا هسه on page 7 on page 7 حلولي هذا التمرين اي هذا لاحظوا اي هسه راح اشير لكم اياه. استاذ بالكراس هذا مو صفحة 7 الكراس مو هذا بالكراس اي اي صفحة 7 هذا الاكتيفيتي قلتلنا اياه بالمدرسة. لا لا هذا ما حكينا عليه. إيه yeah. عندك mine، عندك yours، عندك hers، عندك ours، عندك theirs. مجرد أنه تخليهم بالفراغات فلازم تعرف أنت أن هذا كلين possessive أشياء ملكية، يعني أنت الساعة تمتلك الكتاب الكرة المذياع وإلى آخر. يتحلوا ليها ودزوا ليها على على واضحة. بس هذا التمرين حلولي عندكم خمس فقرات. طيب يكتب لك الجداول قبل شوي شرحتها مو؟ يكتبوها بالدفتر استاذ نزلك اياها على الخاص. بس الحل الدفتر بالمدرسة انا اتابع استاذ. هاي الملخصات اللي هاي الجداول اللي انت شفتنا هاي اليوم بالمحاضرة عاد تدزين على الجروب ده انقله للدفتري في دني. اي في دنك ذني راح تشوف شارك ادخل على القناة مالتي تلقى الفيديو موجود وانقلهن من الفيديو. اوكي وانت حتدز الرابط مع الفيديو استاذ مو؟ اي اكيد انا داز طبعا مو هسه.